لا يتقبل. مشاهدينا اهلا بكم في مباشر ثاني، ودائما احنا في قضيه الابن اللي يعاني، يعني كيعيش العذاب كيف كنقولوا، كيعيش ماساه بسبب ان الاب ديالو على حساب القول ديالو دائما كيتهمو باللي بالعنف ضد الاصول، دائما كيدير به شكايه، دائما محرر به العيشه، وعلى حساب القول اللي قال سي عبد الله واللي سمعتوه قبل في مباشر قبل هذا، ان زوجه الاخ الله يرحمه بتحريض منها، كيقوم الاب ديالو في عمره 95 سنة بهذه المسائل، وحارمهم من الدار، وجرى على سبعة ديال وليداته، بقى بوحدو عبد الله اللي رفض أنه يخرج، مشات الدعوة للمحكمة، المحكمة حكمت لي أنه يبقى في واحد الغرفة من الدار. المهم هذه هي القصة. اليوم عبد الله تقهر وعيا وقرر أنه يخرج القضية ديالو، يخرجها للرأي العام، كيتمنى أن المسؤولين يتدخلوا في هذه المسألة، كيفاش أنه هو بغى الصلح مع باه، بغى يبقى مزيان مع باه، بغى الرضا ديال باه. كيقول انا ما درت ليه حتى شي حاجه، انا ما كندير ليه حتى شي حاجه، راه هو اللي كيتهمني، هو اللي عينو مغمضين على ولادو كاملين، ماشي غير انا. واحد من الجيران سي هشام اللي بغى يقول شهاده حق، كنقولوا اليوم الدنيا وغدا الاخره، وبغى يتكلم على هاد العائله وعلى المشاكل اللي واقع على هاد العائله، وتا هو في حال عبد الله راه ما كرهش ان ترجع يرجع الشمل مجموع كما كان قبل. السلام عليكم خويا هشام. واخا حنا بغينا هاد السي عبد الله تكلم وقال شنو المشكل اللي عندهم، بغيناك انت كجار بغيتي دير واحد شهاده حق في حق هاد العائله، عاودنا شنو كتعرف هاد الناس، كيفاش كانوا، وكيفاش اليوم اللي تشتو هاد الناس. هادو راه كانوا واحد 20 عام دابا، انا ملي كنعرفهم دابا كانوا بخير، كانت امي زهره شاده الحانوت، كانوا خدامين بخير، مهم جامعهم، مهم جامعهم بخير، وتشوا كان كيبان لينا درويش وبخير، باهم غادي في الطريق بخير، هذاك الشيء اللي كيبان لينا على برا. نعم. معامله زوينه صافي، بدات كدوز ليام كدوز ليام، مات مع عندهم واحد الاخ مسكين، مات خوهم هو الاول عند مي زهره، مات خوهم هو الاول، مات الاول مسكين، هي مرضات مي زهره على قبل هذاك حسن ملي مات مسكين الله يرحمه، ملي مات هذاك حسن مسكين صافي، هما هذا عبد الله كان شاد وليداتو بجوج، كان مراعيهم كتب الله حرام، مراعيهم شي حاجه كيشري لهم حيت باقي ما كاينش عنده الاولاد باقي صغار، وكيشري لهم شي حوايج اللي ما يشريهمش لهم والديهم، اقسم لك يمينا هذاك الشيء، وخاطر ريبورتور ديال خو خدم عليه، وبقى يعطي لمرتو الفلوس، وبقى كيعاون فيها، وهذه دازت عليها مده صافي، السيد ولا بخير معاهم واحد الفتره صافي، تا السيد بهم بحال ماتت الام زهره، بحال بدا كيتقلب عليهم، ملي ماتت الام، الام ديالو امي زهره، ملي مات امي زهره السيد بحال تبدل، ولا كي جالس عند هذيك سميتو، لا ما نقولو سميتها، واحد السيده جالس عندها مرات خوهم وكتبقى تجبد شي مشاكل، وانا جات عند الوالده هذا الشيء غنشهد به، وراه سولي الوالده ديالي وجريت عليها من الدار، حيت انا ما كنبغيش هذيك الهضره، كتقول لها واش هي كتمشي تبدا تهضر مع الاخرين، جيت بدات تشكى عليك وهي تمشي معاهم مزيانين، اللهم خرج علينا السيده ما عندنا ما نديرو بها. نعم. وجبت معاه مشكل على قبل ديك السيده ما تدخلش عندي للدار، ما بقاتش كتدخل، يعني قلتي لامك هاد السيده ما تدخلش، اقسم لك يمينا اقسم لك يمينا، انت جريت عليها من الدار انايا صافي، عرفت السيده انا ملي كنسمحت، انا عندنا هنا ساكن، عندنا السده ساكن فيها انايا، كنسمع كلشي، كنبغي انا كنكون متشكي في حاجه، كتجي كتبقى تبازط الوالده في الهضره، انا ما بقيتش حامل داك الشيء، قلت لها سيري خليها مشاكلها تبقى مع نسابها، تبعيد حنا هنا بعيد على هاد الشيء هذا صافي. مع المده السيد ولا تبدل بزاف، وصل واحد رمضان تبدل بزاف، الاب ديالهم، الاب ديالو صافي ولا كيجري عليهم، ولا باغي يشنق على هذا، كيقول لي نضربو سد الولد وما حال، خرج لي على قيامه ديال الفلوس والماتيريال ديالو كله، خلاه مرض فيها ولدو الاخر مصطفى، مشى حتى هو خرج من الدار، خرج بجري على بناته، جات عند واحد بنته شحال هادي ما شافها، تكرفس عليها في الزنقه، جات عندهم البركان، من بركان تكرفس عليها في الزنقه صافي صافي قدامكم تكرفس عليها، قدامنا انا جيت فيقتها وهادي ودرت لها سميتو هادي، اقسم لك يمين سخفات ودازت عليها مده ثانيه، وبداو كيطالبوا فيه، وهذا عبد الله بقى لاصق فيه وكيطلب فيه وبغى منه الرضا، مع ذلك واخا جر على ولادو كلهم، عبد الله ما عنده فين يمشي، عبد الله عنده وليداتو ما عندوش فين غيديهم، ما يقدرش يخرج يكري لهم في السياره، صعيب عليهم باش يكريو دابا، ولا بيت وكوزينه ولا صعيب عليهم باش يكريو صافي، بقى هو عبد الله مع باه كي راضي بشوي بشوي، واخا كي
كيعايروه كينهار فيه ديما. واحد النهار اجي جا شنق على عبد الله حدا سميتو وبدا كيدخل لعبد الله كروشيات، وجيت انا بديت كنفك فيه تقول لي طلع مني طلع مني راه هو اللي كيضربني. تقول لي لا با ابراهيم راه كنشوف فيك كنشوفك انت اللي كتضرب فيه، هو راه ماشي يضربك راه عمر ما يضربك راه ولد راه تشبكوه صافي. هو يطلقوا ملي طلقوا طلقوا هو يدير فيها راني شبان، وبدا كيقول لهم انا ضربني، ومشى جاب لي مشى للبوليس وصيفطوهم من الحبس ودوزو مساكن الحبس، وخرجوا ثاني واحد الشهر ما عرفتش شنو هو، وعاودوا خرجوا ثاني وبقى ديما كيتهمهم. وتكرفس على مارتشو راه كاينه في واحد الفيديو راه ما بغاش يوريها هو، نعم على مارتشو باش ما بغاش يوريها للبوليس، راه كاينه في كاينه في واحد الفيديو. وبزاف الحوايج طرات ديما 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 كيتهموا راه انت واقف ليا هنا خرج ليا من هنا. دابا هو باغي يخرج ولادو كاملين، باغي يستولي على الدار، واش باغي يبيعها ولا ما عرفتش واش باغي يدير لها هو. وهاد الدري هذا ما عندوش فين غيسكن، ما عندوش فين غيمشي، هذا طالب منه ورده اقسم لك يمينا عمر ما حط عليه شي، هاد الدري هذا عمر ما حط عليه يد. وهو اللي كان ديما كيبدا بسميتو بالعنف. واش انا تا قال لي دابا السيد انا ما في باليش السيد، انا كنشوف السيد كنشوف السيد انا ما عمر ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين لا مضاربه لا والو، تجاتو السيد حيت انا جارو اي ام اي ورا كنسمعها كنعرفها بيناتنا احنا الاحياء الشعبيه كنعرفو راه شي نسمعو كلشي نسمعو. ولكن دابا ما كاين لا صداع لا مشاكل، وجا شو السيد استغربش انا ما فهمتش علاش. وشنو بغيتي تقول لهاد الاب اللي هو راه فحال باك حتى نتايا؟ وعيت من نقول لي انا راه عيت معاه وهضرت معاه حتى عيت بابراهيم الله يهديك، راه ولدك هذا راه اليوم الدنيا وغدا اخره، راه عندك هاد الاولاد هادو راه ما عندك ما دير، راه تموت راه يبقى فيك الحال. غتقول علاش ما خليتش ولادي وعلاش ما كنتش معاهم مرضي وهادي وهادي، راه ما يبغوا منك رضا وانت تبغي منهم رضا. الرضا راه كيكون من جوج نواحي ماشي من واحد، وحتى بنياتو راه كاملين كيبكيو ملي كيتصلوا بيا في التليفون راه كاملين كيبكيو كلهم كلهم. هي وحده راه قاسم باش تبان، راه هي مسكينه كتبكي باغا تشوف باها وباغا تصالح معاه، هما ديما حنا هي رجعت هنا ما قدرتش تطلع ما عجبتش معايا يضربها غيجري عليها هو بشي شكل. هو دابا جربوا شو ما جربوا وديروا بحال بغا يشوف تدخلوا تهضروا معاه ولا شوفوا واش غيدير لكم. هو العقليه ديالو بشي شكل، وما كانش بحال هكا ما كانش بحال هكا ملي مات المرحومه تبدل بزاف. لا اله الا الله، مات مسكين حسن مرضت المرحومه وماتت صافي، هو تبدل صافي، ما بغى حتى واحد فيهم يبقى ها ما بغى حتى واحد فيهم يبقى صافي، حامل هو حتى واحد وكلهم نايض ليهم كلشي باغي يجري. وكان جر على مصطفى راه مشى جر على بناته، بنت وحده راه كان شد شتونا بعيني انت فوا ضربها مع الحائط نشوفها ضربها مع الباب ديال سميتو. والله الا شحال من حاجه انا شت بعيني انا لاكار ديال الماء كان فرقعوا واحد الخطره، وكانوا صحاب ليديك كانوا باغيو ديكلاري عباش دخل ولدو برد الامور وقادو صايبو سميتو وما كرافين وصل فات يعني شي حاجه اخرى يعني فرق على كار ديال الماء يبقى دايز هذاك الماء على الناس. وعلى انت كتشوف انه يعني ما يديرش هادشي من خاطرو شي حاجه شي هذا ما فهمت تبدل هذا انا ما كنعملش بالسعر، ولكن قد يكون مسحور يكون ساحر لي شي واحد دير لي شي لعايبه ولا الله اعلم. هذيك السيده انا بعداك ما بقاش شو هذيك السيده واعره، راه جري راه قلت لكم انا جريت على مدة شي المره اللي كتشتت الشمل ديال العائله عارفه راه ماشي مره، وهي دابا هربانه وكتتصل بها بالريط وكت وانا على ما سمعت القوال ديالي راه كره كان كيطلب وهادي ويدي ليها هادشي اللي كنسمع يعني استعمراته على حساب القول ديالو. ماشي استعمراته راه واكلاه والسيد بحال شويه بدا يمرض السيد خاصو طبيب بدوا صاحبي السيد كبير في العمر يعني راه 95 عام والسيد ولا كيمشي يجري في الليل، كاين شي واحد كيمشي يجري في الليل انا شو كيجري في الليل يلا سيرفيت ومشي يجري في الليل. الناس كيمشيو مع الصباح هادي ووكل ولا كيمشي يجري بالليل سيد ولا بحال شي حاجه لعبه لي على عقله شي حاجه ادم ديوره لي شي حاجه. والناس ديال الرجال اللي قد كيهضر مع التحد حتى صحابو ديال الدار هو والو كيهضر مع واحد يجي يهضر معاه السلام السلام ويمشي مول الحانوت وما داك مول الحانوت راه هو اكثر منه قطع على الغا ديال الدرب كامل ها قطع على الغا ديال الدرب كامل بقى كيهضر مع حتى واحد بحال ولا حدودي والو ما يهضر مع حتى واحد كيدخل كيجي كيطلع للدار ديالو كيسد عليه كيهود كيلبس السيرفر على الجري يمشي للجامع يجي للجامع يطلع للدار يمشي للجامع هو الباطي يسلم عليه هو الجار كان كينوض ليه وباقي كينوض باقي كيمشي باقي كيمشي للجار باقي. ولكن ما فهمتش هذاك السيد مالو وعلاش دابا هو كيصلي والفجر وداك الشيء وكيدعي الكلب كيقول لي انا راه دراش ضربني ولدي وتعدى عليا وهي السيد عش دابا ما كاين فيها والو انا مش لا مضاربه لا والو
مش تلام خاصمه الاول حيت كون كان شي خاصمه ولا شي حاجه ويومين هو معنا بعدا كانت واحد الموت كانت واحد الموت كنعاونوا في الناس وحنا كنعاونوا في الناس وهادي ما يمكنش كون كان شي حاجه غتبان ليا يومين ما كرهتيش الشمال انا كنشوفو ديما دار في كريريستو مسكين يلاه عمر ثاني واحد شويه ديسير راه ديما هو مبرز راه صايب كوزينه السما خلى مصلح في الدار هذا راه ريب عليه كامل والله يتريب عليه كامل راه كانت الدار زوينه من هنا كندير واحد الكوزينه وزوينه ومقاد الامور كلشي ريبوا لي بالي ريب ريب لي حيد لي هادشي باغي نجيب بكال وخوالي كاع المحالات هو دابا ساكن في هاد المحالات هو وليداته لا اله الا الله عنده ثلاثه الاولاد وهو مات وما خمسه دابا في هاد نتوما كساكن نتوما دار كامله خاويه وجوج خاوين هما مجموعين في ثلاثه دابا نتوما كاولاد هاد الدرب ما كرهتوش هاد الدويره تعمر كيما كانت ما كرهناهاش مكرهناش تعمر معاودنا مكرهناش الدار هادي تعاود كيف كانت وتعاود داك الشمل اللي كان وهذوك الناس كي كانوا محبه رجع يتصالح معاهم ورجع مع وليداتو وراهم غيفرحوا به ويتجمعوا عليه ماشي ملي يتجمعوا لك وليداتك وداك راه هو الرباح ما فيه تصور شحال ديال الاولاد عندك ولادك كلهم جاري عليهم وتابع والو تابع خو الخاوي ما عرفتش واش تابع وحده ساحره لك ولا تابع دماغك اللي ولا ما عرفتش فين دي اقسم لك يمينا كون رجع كي كان تا غايولي واحد السيد واحد حيت هو كيصلي كينوض الفجر معقول ما كيهضر معك حتى واحد ولكن هاد النوضات اللي ناض الولد وسميتو الولاد كاملين السلام السلام اختي ونضم صوتنا لصوتك اخ هشام والله يجمع الشمل والله يطفي الغضب وايد يعني خافية الله اعلم كتدخل باش تشتبي الاب وليدات والله يهديها والله ياخذ فيها الحق باش ما يبقاش هادشي نتمنى وحنا غير الصلح بين هاد الوليدات هاي البنيه جايه وكتقول لك ما غنقدرش نطلع عند با علاش لان غنطلع وغيجري عليا كما كيدير مشاهدينا راه 8 ديال الخوت كانوا سعود واحد توفى الله يرحمه 8 ديال 10 ديال الخوت واحد توفى وبقاو سعود الله يطول عمرهم كيعيشوا المحنه مع الاب ديالهم مرضيين بام قال لكم حنا راه ما غنوصلوش للمحكمه حنا راه ما غنقدروش نديروا شي حاجه ضد بنا في المحكمه اللي بغى يديروا يديروا حنا ما غنوصلوش حنا طالبين غير رضاه وبغينا غير نجلسوا معاه اليوم الدنيا وغدا الاخره بغينا غير انت ها هي بنيتك كتهضر عنت الله فيه الدنيا لا ما بغيتش ايه هضره بنتي دابا بغيت بغينا عنت الله في بالنا اليوم الدنيا وغدا الاخره لا اله الا الله ما بغيناش با نعيش بشرب شوف السيد حنا حليتي تاع الناس وبغينا نعيشو بشرب محسوبة المتشردين الله يهديك ابو براهيم حنا المتشردين محسوب بينا علاش حنا كلشي باغي ما كناخذو من ولا هي اللي حنا نعطيوهم حنا نعطيوه حنا نعطيوه ما عطينا والو حنا نعطيوه عرفتي الحالة ديالو كي ولات غدا وكبزاف حنا نعطيوه حنا بغينا نعطيوه في بالنا هما كيشوفوا هذاك الشيء كي لا اله الا الله ولكن الشهره في الليل ويمشي يجري وربك با كيما عاملك كيما كان راه كتبقى ديك الكبده ربك راه تعطي عمرك الناس كيقولوا لهم هاد الهضره بلا باكم راه بدا كيدير هادي وهادي هما كيمرضوا كثر دابا هما مرضيين فيه وما باهمش ودابا هو نفسه هنا هما الحاله ديال باهم دابا ما همهم لا ضال لا والو الحاله ديال با ما بغينا منه والو الدار كتبها يبيعها كاع حنا بغينا نتهلاو فيه ما باغينش حنا الدار الله ينعجبو هاد الدار اللي غتفرقنا ما بين بوانا اش بغينا دياجورات اش ما عرفناش شكون السابق واش حنا ولا هو حنا ضامنين عمارنا لا راه ما ضامنينش عمارنا الامر بيد الله سبحانه وتعالى امر بيد الله واش انايا نكرفص با على ياجوره راه لا يعقل لا يعقل باش نكرفص انا با باش على ياجوره درنا ليه بزاف ديال واش علاش انا نكرفص با على ياجوره علاش علاش نكرفصو وهاديك السيده اللي شتتنا بعينها اللي خارق الدنيا والدين هي اللي دعيناها الله سبحانه وتعالى ما ندعيه ولا المخزن لا حتى شي حاجه دعيناها الله سبحانه وتعالى كيف ما شتتنا راه والداهم راه والدهم راهي الله يكملكم بعقلكم الله يكملكم بعقلكم والله العظيم ولاده اقسم لك يمينا من اللي مات راجلهم كان والله حتى كان كيشري لي الكسو كان مهلي في واحد الموتور عنده في الديسير ديما جالس حداه وديما والكروسه كاتب فيها ديال الماكله كان كاتب فيها سميتو نسيت لينا على سميتو يونس كاتب لي على اقسم لك يمينا هاد الهضره هادي الا كذبت عليك الله وديك السيده ما صدقات ما فيهاش الخير انا جريت على الدار حيت هي ما حيت هي ما لقيتش نوصف لك كيفاش فهمت فهمت واحد المراه الله يهديها ونتمنى والنداء يوصل للاب ديال السي عبد الله ويتراجع وكذلك دائما كيف قلتها في لايف الاول غنقولها راه اليوم الدنيا وغدا الاخره
ان شاء الله غنحاولوا، علاش لا نحاولوا نمشيو عنده. ما كرهناش ربي يطفي هذا الغضب، ما كرهناش هذا الغضب يطفى. ما كرهناش طبيب نفساني يهضر معايا قلت لي رجعوا الوليدات وهذه، راه حيت هو راه بحال دايره لي شي لعيبه ولا هذه عيبه عاد عليها، ويهضر معاه شي طبيب ولا هذه قلت لي رجع كي كان، حيت هو كان واحد السيد مزيان. ونتمنى خير باذن الله تعالى. مشاهدينا ما بقى لنا ودعكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء.